Azərbaycan bitəcək. Dördə. Bu şurta biz bizim azimiz şuna burada. İki dənə səbəh qədə Allah da qabir etməz. Valla, dördə. Bu nənə şurtamız bir dənə vaz geçir, yetdi. احنا اصحاب محلات سوق خيصرية اثرية داخل كركوك. انا بالنسبة لي عندي محلين صياغ ذهب، محلي ومحل ابوية. يوم 27 بالشهر 26 على 27 بالشهر احترق السوق كامل، 360 محل داخل سوق احترق. يعني حد هسه بنريد فد مسؤول فد مدير دائرة فد شي بس يقدر يعني يجي شوي واسينا. يعني احنا كأسواق يعني داخل سوق يعني تبهذلنا، صرنا فيلم والله. يعني انا تقريبا رحت على المحل ما باقي لي، بس الحيطان باقي لي، ما باقي لي اي شيء، ما طالع لي اي شيء. انا محلين ذهب. يعني طالب من جهات المعنيه، من سياده الرئيس، الوزراء شوي، يعني هاي احنا شعبه. أنا بالنسبة لي تقريبا 75 مليون بس أنا خسران، بس 75 مليون شاهد عندي، بس محلين صياغة ذهب عندي. إحنا صياغة ذهب بس اللي بالقصة زين، والبقية كله راح. يعني ألمنيوم، الذهب كله ما صار ماي، صار ماي. الكماليات حتى هذول كلهم، كل شيء ما بقى لهم، كل شيء. يعني كل شيء ما بقى لهم. والله اخي احنا بس ننتظر تعمير ورا هذا، ما نقدر. يعني شلون نرجع لمحلاتنا اذا ماكو تعويض؟ احنا نطالب اسراع فت قرار فت شيء تجينا. والله يا اخي على وا احنا زايرنا فت مشكله، وفوقها اكو محلات ما عنده يقدر يدفع حتى حد الايجار ما عنده. يعني هسه كل محل بي ثلاثة أربع عوائل بي. هسه محل أنا عندي كل يعني ما أقدر، شلون أحكي لك أنا؟ يعني ما أقدر. يعني هسه أنا محلي بي أربع عوائل كلنا هيك أخي، 360 محل، 360 محل، كل محل تقريبا بي ثلاث عائلة، أربع عوائل بي. يعني نطالب من سيادة الرئيس. نعم، كله احترق، محل واحد ما بقى، كله احترق. عندنا أدلة وعندنا كاميرات وعندنا أدلة، كل شيء ما بقى لنا. يعني نطالب يعني تعويض آجل. زين أخوي أنا فهمك، أكو ميزانية طوارئ، حروق وسيول الفيضانات. يعني إحنا هذا مو حروق أخي، سوق قيصرية كامل 360 محل احترق. يقولون انت ماس كهربائي. احنا نطالب من جهات المعنيه اول شيء تعويض، وثاني شيء شنو السبب؟ شنو يعني احنا محلاتنا كلها راح، هل قد خسرنا؟ ما نعرف السبب. يقولون انت ماس كهربائي، بس تحقيق، نريد تحقيق. يعني اكو لجنه اخي، يقولون انت ماس كهربائي. يعني حاول ان نشكرهم، ما قصروا ويانا، احنا نشكرهم، بس يعني شوية جهد أكثر، يعني فد نوصل فد حل فد شيء. وتعويض احنا محتاجين تعويض. كم محلات احترق أخي؟ 360 محل احترق، 360 ترى مو قليل، سوق كامل احترق. أخي محلاتنا تقريبا صار فوق الشهر محروق، وأنا عندي محلين والصياغ وكماليات كله احترق، وما نعرف سبب الحروق شنو، فما نحكي على هذا. بس صار لنا فوق الشهر لا اكو تعويض لا فد شيء، كلنا قدمنا شكاوي لا اكو تعويض لحد الان. يعني قالوا وعدونا بس ماكو لحد الان اي، يعني ما ثبتوا وعودات، ولحد الان باقيين احنا لا شغل ولا عمل، لازمين محلات. هذا يمكن يطول فترة، هم علينا أجور مع المحلات وهالمواد، يعني هواية تأثرنا بهذا العمل، ولحد الآن كل حتى بالتعمير، تعمير مالته الدولة العراقية بصراحة يعني ما قدموا لنا أي شيء. يعني جابوا شركة تيكا، هم الله يساعدهم يعني خلف الله عليهم، ولحد الآن قالوا شهر ونص، بعدين سووه ما أدري 35 يوم، صار شهرين، صار 4 أشهر، ولحد الآن ما أدري. يعني شغل ده يمشي كل البطيء، والناس
هواي عوائل معك يعني على القيصرية، كل محل اكو يمكن محلاتك ثلاث عوائل فيه، اربع عوائل فيه، يعني شركاء كلهم ناس فقرة يعني مو تشوف زناقين، لانه هذا سوق شعبي وهذا السوق يعني داخل كركوك يعني مركز حتى يأثر على الناس، الناس هنا مستفادين، كل أشياء هنا أرخص من غير مكان، فلهذا يأثر حتى على الناس مو بس علينا، فالحمد لله. وننتظر يعني بصراحة ننتظر يعني صاير كله هيك صاير، وهذا أحد من الإخوة كله صاير فحم، وهذا أحد من الإخوة نموذج مع ذهب، هذا صار يعني كل رماد كله صار يعني فحم كل الرماد وفحم. نعم نعم، أنا شخصيا مالتي أبيتي يعني 27 28 قلني فوق 30 أظن والله، وديناه كله ويا الرماد اي سقط رماد. نعم خلي صورة اخ احنا الصبح رجعنا اخي، الصبح رجعنا لقينا بس هذا 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 النموذج مخليه ذاكرة. شوف شوف هذا هذا بي زجاج بي ذهب بي كل شيء اي شيء، حتى ما لحقنا نشيله والله صار رماد قدامك، هاي قدامك هاي النموذج بقى. الناس يجون يحجون يعني محلي. بس ماكو يعني اخي مو ذهب هذا، هذا تقريبا 40 مليون، هذا ويا الرماد ويا الزجاج 40 مليون ويا الالمنيوم كله ما ياكل ب 1000 دينار. قصده شنو؟ تعال طلع الذهب من هاي الكومة تراب المحروقة، لازم هسه ندور بالذهب وين اكو ذهبات، هذا هاي النموذج جايبه مو كلها يعني، هسه تجي مثلا نموذج تجي تدور شو تلقى من هذا مثلا غرام غرامين كل سطله، هذا اللي محروق هسه هذا باقي، واحنا ندور من عنده نطلع الذهبات بطريقه تصفيه نموعه نسوي الصاب. فقصدنا شنو؟ اذا طلع ذهب يعني مو رمل يطلع من عنده بس مخلوط وياه، شلون يقولون مثلا شلون تطش الطحين بالشوك تعال لمه، شلون تقدر تلمه، هذا هو شغله. احنا صار لنا اكثر من شهر تقريبا 10 ايام او شهر ونص سوقنا محترق، نحب من الحكومه العراقيه دعم لنا كمواطنين، و يعني شفتوا الاضرار مالتنا، خاصه احنا ابو المحلات ابو الكماليات ضررنا 100%، عندنا صواخ ضررهم 50% 60%، بس احنا ابو الكماليات ضررنا 100%، نحب من الحكومه العراقيه بان تباشر من الاعمال مالته حتى يعمرون لنا يعني اقل وقت، هسه منطونا مهله 15 هوايه، يعني نحب يعني حتى الحكومه العراقيه هم ايده بي يعني على الاقل شهرين، لان انت ما تقدر يعني خلال هالفتره الزمنيه انت شو تسوي؟ يعني 100% احنا يعني ضررنا، نحب من الحكومة العراقية أن يعوض لنا هذا الخسارة وينطينا التعويض، هذا التعويض هاي صار له إيش قد يقولون أكو عندكم تعويض، هذا التعويض ما شايفين يعني خسائرنا فوق الدفاتر، نحب من ينطونا يعني التعويض مالنا بأسر الوقت. اخوي احنا مطالبنا مختصر كتعويض، نطالب تعويض اصحاب المحلات وخاصه مثل ما قال جماعه الكماليات، ونطالب اعفاء ضريبي، ونطالب احنا عايدين لدائره الاثار، طبعا القيصري عايد لدائره الاثار انه تعفينا فد 3 سنين من الايجار، هذا واحد، وكتعويض الجماعه وتسريع العمل، يعني خطه العمل شويه مطوله، خطايا العالم افلست اكو بيهم متمرضه واكو بيهم صابت بحالات يعني، فمن شنو يعيشون العالم وشلون تمشي، لان مده شهر وشويه سمحترك وراح تطول 4 اشهر لما يكمل التعمير ولما احنا نعمر محلاتنا وراها، فعلى مود هذا نطالب بتسريع العمل، والحكومه ان شاء الله تسمع هاي المناشدات مالتنا وتجي تسوي لنا شيء وتعاون الناس هذه كأهالي كركوك، احنا يعني نطالب معاونتهم بهالموضوع واشكركم. اي والله السلام عليكم. احنا كاصحاب محلات قيصرية كركوك نطالب من الحكومة تسريع في تعويض المحلات، لان الصراحة اللي صار بينا فاجعة كبيرة مؤلمة جدا، لان اللي كان عندنا اللي ما عندنا
خسرناها بليل بوضحاها. نطالب من الحكومة العراقية إسراع في إعادة بناء التعمير قيصرية وإسراع في تعويضات للمحلات أصحاب المحلات، لأن خسارتنا كل شيء خسرناها، اللي عدنا ما عدنا خلال ليل ساعات قليلة، تعب السنوات كلها راح. أتمنى من الحكومة العراقية أن ينظرنا بعين الاعتبار، بعين الاعتبار أن يعوضنا ونرجع المحلاتنا ونشتغل، لأن إحنا كنا أصحاب أوائل ومتخرجين وتعين ماكو، رضينا على هاي. رغم إحنا شعب عراقي لازم من الحكومة العراقية أن يوقف ويانا يساندنا، لأن إحنا كجزء من شعب العراقيين خلص، يعني لازم عندنا حقوقه، عندنا مطالب، لازم الحكومة العراقية يسمع مطالبنا. إن شاء الله نتمنى خلال أسرع وقت نرجع على محلاتنا وعلى عيشتنا، والحمد لله على كل شيء. طبعا نحن أصحاب سوق القيصرية الأثرية اللي عمرها 170 سنة، وكان يتكون من 360 محل، تعرض للحريق في 26/11 بشكل كامل، بحيث ألسنة النار التهب كل ما موجود في القيصرية من الكماليات، من الصاغة، اللي موجود بالقيصرية ما ظل شيء، بالأخص الكماليات. خسائرنا تقريبا أكثر من 2 مليار دينار عراقي. مع الأسف لحد الآن ما سمعنا أي شيء من حكومتنا الموقرة في بغداد كبيان كمؤاساة للناس في القيصرية، ولم يقوموا بأي تعويض لأصحاب الدكاكين والمحلات، حيث أصبح أكثر أصحاب المحلات الآن بدون عمل، عاطلين عن عمل، وهم سواء أصحاب العوائل كبيرة جدا. فلهذا نطلب من رئاسة الوزراء أن يخصص تعويضات العادلة لأصحاب القيصرية وبأسرع وقت ما يمكن، لأن الناس كلش محتاجة. هاي المحلات نطالب من دائرة الآثار بإعفاء أصحاب المحلات على الأقل 3 سنوات من الإيجار، ثم إعفائنا من الضرائب، اللي حتى الآن ما حد يشتغل، منين يجي فلوس، منين يدفع الإيجار، منين يدفع الضريبة. هاي مطالبنا الأساسية. مثل قبل قلت التعويضات، يجب أن يكون تعويض عادل، وعلى الأقل في البرلمان ثق، يعني أنا خلال بس كومنت واحد كتبت لأحد النواب البرلمان واسمه الدكتور مثنى، وخلال على الفيسبوك كومنت واحد وصل صوتي للبرلمان وطالب بالتعويض أصحاب القيصرية. أتمنى أن يزداد مثل الأستاذ مثنى ويجمعون تواقيع ويعوضون أصحاب الدكاكين، يعني بهالظروف. وأصلا كان هناك أزمة اقتصادية في البلد، وهذا زاد الطين بلة. يا احنا اصحاب المحلات هنا القيصريه تاذينا، تضررنا، اصحاب عوائل، كل محل تقريبا بي 3-4 عوائل عايشه عليه، وخلينا نقول رزقنا هو كان هنا، وتاذينا كلش الله شاهد. لا ايجارات، اصحاب ايجارات، اصحاب خلينا نقول دين، هسه عندنا بضاعات بدين ماخذينها، شلون نسدد ذول البضاعات اللي عندهم؟ يعني كل التجار ذول كلها تريد من عندنا، شنو ذنبنا احنا راح بيها؟ ولحد هاللحظه احنا ما حد عوضنا، كله بالتعويض يحشون وكل شيء ما محصلين احنا بيه. اني صاحب محلين بسوق القيصرية الكبير كرفوت، نطالب من الجهات المعنية الحكومة الموقرة ان ينطونا تعويض، كل القيصرية محترق ولا محل باقي بيه. زين، واحنا نطالب كل الجهات مو جهة واحدة، تعويض ترميم باقصى ما يمكن يسلمونا محلاتنا، لأن الله وكيل متبهدلين. زين، منا لهناك ومنا راح نجي لهناك، هذا كله مصروف، هذا كله فلوس. عدد محلات المحترقة كله محترق القيصرية تقريبا 366 محل. ونطالب جهات المعنية والحكومة المحلية منا لبغداد، لأنه نريد احنا تعويض، وراح مثل ما وعدونا 6 شهور على مدة التعمير،
ست شهور وعدونا، هذا إذا يخلص ما يخلص. هذا أول نقطة. ثاني نقطة، أريد مساعدة الآثار والدولة. الإيجار إحنا راح نقول ست شهور، خو ما راح يأخذ من عندنا إيجار السنوي. هذا اثنين زين. وهاي المحلات كلها عليها عوائل، يعني أكو محلات عليها عائلتين ثلاثة بها صناع زين. ونطالب كل الجهات بأن يعوضونا يعني بما يكفي الكفاية به، لأنه كل القيصرية محترق ما طالع منا كل شيء. يجون خلي يشوفون، تعال شوفهم، مو بس كلام. احنا احترقت محلاتنا يا ناس، اسمعونا، احترقت محلاتنا. المحلاتنا احترقت، اكو ناس يعني ما بقى لهم شيء. نطلب من مجلس المحافظه، من مجلس محافظه كركوك، ان يراعونا كمراعاه ابن، كمراعاه ابن. اكو ناس تعرف حتى المحلات حتى سكنهم ايجار، يعني حتى بيوتهم الايجار. وهاي المحلات اللي احترقت شفتوا ما طلع من عندها اي حاجه واي شغله، كلها احترقت على بكره تبيها. احنا نظل نقول، نظل يعني، ومن سيد رئيس الوزراء بلكت يلفت علينا بعينا ويشوف المعاناه اللي دنعانيها. ونشكركم. نطالب الحكومة المحلية بعدم استئجار في الشغل، ونطالب بتعويض، ونطالب من مجلس المحافظة بأنه يعوضنا. محلات كلها محترقة والناس ما عندها شيء، وكل محلات عندي ثلاث عائلات، عائلتين على الأقل، على الأقل. يعني أنت نطالب السيد رئيس الوزراء بأنه يعوضنا وشوية يستعجلون بالشغل ويدير بالهم علينا. Thank you.
احنا طبعا مضرري سوق القيصرية اللي احترقت يوم 26/11/2018. فالشيء المطلوب اللي نريده احنا من الحكومة العراقية من الموقرة من الأستاذ عادل عبد المهدي هو أن يشوفنا شوية من نظر عينه شوية عين وخد، لأن ضررنا احنا عندنا كماليات 100% احترقت، يعني ما ظل عندهم شيء، والنوب فوقها مطلوبين. فقبل 3-4 أيام خابرتنا من مجلس النواب الأخ ديلان عبد الغفور رادت خسائرنا، فحولناها للمحكمة، المحكمة جاوبتهم خلال 24 ساعة. فنريد منهم يعني يشوفونا شوية، ها بلكة فتشي رمزي ينطلنا يا خاطر نقدر نعوض الخسرانين الخسارة مالتنا، لأن خسارتنا كل شواي فما نلحق يعني، وكلها إيجارات. وبلكة من دائرة الضريبة إذا يسمعنا ويسمعنا الأستاذ الأخ عبد المهدي بلكة يعفونا كم سنة بالنسبة للضريبة، وبالنسبة للآثار دائرة الآثار والتراث الوطنية للشسن لبغداد بلكة من يعفينا في 3-4 سنوات مثل ما عفوه أهل أربيل هم من احترق محلاتهم. هاي اللي نريدها باسم الصاغة. أولا احنا دائما المطلبنا الأول والأخير هو التعويضات، لأنه قسم من المحلات احترقت على بكرة أبيها، وتعرف كلهم أكثريتهم من الكسبة وما عندهم لا رواتب لا شيء. بس أكو نقطة أريد هنا أضيفها، أنا بالنسبة للملك لله هاي العمارة أنا صاحبها، ويمكن الجماعة كلهم يشهدون انطيتهم بشكل بأسعار رمزية لهم في سبيل شنوة مؤقت بشكل رمزي، انطيتهم سعر رمزي في سبيل شنوة بل كد نطلع من هاي الأزمة ويطلعون من هاي الأزمة. وأنا أظل أن أشكركم وأشكر القنوات اللي جاية هنا وخاصة قناتكم. الأضرار والله شو أوصف لك، يعني على بكرة أبيها، هاي الوصف اللي أقدر أوصف لك إياه 100% بالتأكيد. يعني كل صاحب عوائل وصاحب، ما عندنا غير شغل ولا العمل، ما عندنا غير المحل بالقيصرية، والناس تقريبا من 170 كلهم مطلوبين. فنطلب من حكومة بغداد أن يعوض الخسائر أو يساعدنا من ناحية ضريبة أو كإسراع بالعمل قيصرية، ونطلب من هيئة آثار أن يقلل إيجار علينا، لأنه الناس كلها خسارة فادحة. والله أضرار صار، يعني أقدر أقول لك من 175 ضرر أكثر ولا أقل، فوق النص يعني. بضاعات يعني ماكو واحد ما خسر، بس الخسارة أكثر شيء جماعة الكماليات أقدر أقول لك من 100 خسارته. 100%. نعم والله حاليا انا اقول لك كله يطلب من الناس دين او يعني ياكل من ماليه مالته، ماكو غيره. بس خلي يخلصوا لي باسرع وقت، يعني نطالب الحكومه العراقيه بتعويض أصحاب المحلات المهمشين لحد الآن، يعني لحد الآن لم يلتفتوا إلى أصحاب المحلات المتضررين من الحريق الكبير اللي تضرروا بها، يعني الأكثرية رأس مالهم صارت صفر وتحت الصفر أيضا. نطالب ونناشد السادة الوزراء السيد رئيس الوزراء بتعويض كافة أصحاب المحلات، ونشكرهم اذا يعني سووا لنا اي شيء مثلا يعني التعميرات. احنا الحمد لله متواصل التعمير ومشكورين منظمه تيكا، نشكرهم ايضا على التعمير اللي يزورونها. خسائرنا كلها ماديه، ماكو خسائر يعني بشريه، ماديه يعني ماكو اقل محل يعني خسران من يعني 10 ملايين الى 20 مليون اقل محل، واكثر اكو اصحاب محلات اكو يعني بال 100 مليون خسرانين، يعني فلوس داخل القاصات كلها محترقه،
الذهب ما يعد داخل القاصات، يعني خسائر كل الجسيمة. ونناشد السيد رئيس الوزراء بإعفاء أصحاب المحلات من الضريبة أولا، ومن الإيجار السنوي، إيجارات السنوية من دائرة الآثار والتراث، لأنه يعني صراحة يعني يصير ثقل أكبر على كاهل أصحاب المحلات اللي حاليا قاعدين ما بلا شغل ومحلاتهم كلها مدمرة. فاللي نطلبه من سيادتهم يلتفتوا لنا التفاتة جيدة وشكرا. سبب الحريق احنا ما نعرف وما نقدر نقول، يعني الحكومة على اللجان الحكومية وجدتي من بغداد وأخذت عينات وقالوا تماس كهربائي، وإحنا الحكومة شو تقول، إحنا لازم يعني ننفذ أوامرها. ناشد ونطلب من الجهة المعنية بالتعويض، وإحنا اضطررنا في إزراء الحريق في القيصرية، وعلى الجهة المعنية إن شاء الله يعوضنا. وهذن تقريبا 360 عائلة وقع بها غير عوائلهم، 500 عائلة بها ضرروا من وراء هذا الحريق. فالناشد الجهة المعنية ونطلبهم التعويض والخسائر المادية إن شاء الله. أستاذ العزيز، احنا صواغ كصواغ القيصرية، الكل عالم وصل للأوروبا، همينا محلاتنا احترق وضررنا هواية، فنطلب من حكومة يعوضنا أقل شيء العفو، يرجعنا لمحلاتنا، لأن احنا أصحاب العائلات هنا جايين مؤجرين ومعاملنا راح وديوننا راح، فأبسط حق إن نريد نرجع لمحلاتنا، ما نريد أي شيء، نريد أسرع وقت نرجع محلاتنا. تقريبا بس دفت الدين مالي 40 مليون، ما عدا ذهب انصهر ما لقينا شيء، ما عدا غير الحمد لله. هسه ما نريد تعويضات أو مادية، بس نريد نرجع محلاتنا، أبسط حق إن نريد نرجع محلاتنا نشتغل. أستاذ العزيز، انطونا وعد على أساس شهر ونص يخلصون القيصرية، هاي أكثر من شهر بعد، يعني جديد خلصوا شالوا الأنقاض، بهذا الحالة شلون يخلصوا شهر ونص ما أدري، يعني وقت ما أدري، حتى هسه طالع دعاية جديد 4 أشهر يطول بيتهم. أستاذي هيك صار بعد، ما نصدق بيهم يا صراحة، ما نصدق بيهم، احنا مخلين بالنا احتمال سنة يخلص او اكثر. اخي نريد اقل شيء حقنا نرجع محلاتنا، ما نريد اي شيء، هذا بي شيء يعني معقولة حكومة ما يقدر يراجعنا محلاتنا. طبعا انا كان عندي محل بالقيصريه وصارت هذا الحريق بيه، طبعا ضررنا هوايه هوايه هوايه. انا كنت 35 سنه بهاي المحل، قضيت عمري كله بيه، يعني طلعت من عنده صفر، كل شيء ما عندي. ورا هذا العمر، عمري راح يدخل 58 سنه، راح ابدا من الصفر وارجع من
دولة القانون، وأرجو من رئاسة المحافظة أن يعوضنا، أن يساعدنا، يساعدونا على هذا الضرر، وإن شاء الله نكون ممنونين من عندهم. الخسارة مالتنا والله شو أقول لك، هواية هواية يعني. أنا عمرنا هاي المحل تقريبا 8 ملايين صرفنا عليه بس الديكورات، بس الديكور هذا، الديكور كله راحت. عندي ما كم ماكينة بالمحل ماخذها 26 ورقة احترق، ويا لابتوب ويا لابتوب احترق. يعني الغراض مات المحل، ما سبتات وثلاجة وما ثلاجة كلها راحت احترق كله. أنا طبعا ذهب ما عندي، أنا مصلح مشغلات ذهبية، بس ابني عنده فضيات تقريبا 5 كيلوات فضة راح من عنده، بس باقي له شوية من عنده، شوية نتطق بها وإن شاء الله بالكيلوات راح من 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 الجماعة، من الجماعة راح. والله الجماعة كان محلات مالتهم بين الكماليات احترق كلها راحت. أنا واحد من السياق الذهب من سوق القيصرية، احنا كلنا متضررين، ماكو واحد بدون استثناء، لان يعني الحريق من 11 في الليل للستة الصبح الحريق كان ما يقدر يطفيها، وكلنا متضرر. أنا واحد من الناس، حالنا حال الناس، الله ينتقم من عدوم اللي حرقه، ونطلب من الحكومة بتعويض المحلات كلها، والله تقريبا حوالي دفتر هيجي. وكلها أنا أقل شيء، وأكو ما بقى بيهم أي شيء يعني، حتى والكماليات ما بقى بيهم أي شيء. نطالب الحكومة بيسع وقت تعويضات. والله أول مرة قالوا لنا 35 يوم المدة مالتها، هسه صارت 4 شهور، والله يدري بعد. شو اسمه عندي؟ ما دومي سيخاف ولا كل ده؟
زين بس افتح لي الباب، بس افتح لي الباب، ما عندك شيء، ما راح ترجع.